اللي كنتكلم لكم على الفئات الهشه تنتكلم لكم عليها لانها ما خداتش حقها مسكينه، وما بقيناش محتاجين دابا ندلوا على هذا الشيء، لان جلاله الملك تيقول هذا الكلام مباشره في الخطابات ديالو. كان هذاك السي افتاتي تيجي عند مزوار، كان وزير الماليه في اللجنه، وكيدير مزوار واحد العرض، ملي كيكمل تيجي يدخل افتاتي تيقول له السيد الوزير هذيك المراه اللي كتجيب الحمار تسقي، وريها ليا فين كاينه ديك الميزانيه ديالك. هذاك افتاتي راه شويه مصوني، ولكن راه كيقول شي حوايج مزيانين. هاد لاتوش ديال، وهي ماشي حنا الاولين اللي درناها طبعا، ولكن ساهمنا فيها وخصها تستمر. والا هادشي كله لاش كاع، اللي لانه خص كل مواطن يوصلوا الحق ديالو، يوصلوا شي شويش. الطبقه الميسوره تبارك الله طلعوا عليها كيفاش دايره، حتى الطبقه المتوسطه في المغرب راها لا باس بها، فهمتيني ولا؟ علاش انا كنت في الحكومه ديالي، او على الاقل اللي كانت راسها، كنت دائما كنقول لهذوك اللي الفوق ما تصدعوش لي راسي، دابا خليوني نتفاسر مع هذو اللي لتحت. والله ثبتنا انا واياكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.